مرة تانية بشكر الجميع وأرجو أن فهمنا لما تكلمت على عملية تنظيم الدعم في رغيف العيش أرجو أن يصل إلى الناس وما يتمش إساءة استقباله بأن احنا بنهدف أن احنا نعمل نقلة كبيرة قوي في الأسعار ولا حاجة. دكتور علي احنا بنتكلم بس نعمل شكل متوازن حتى أستطيع أن 8 مليار اللي أنا قلت عليهم بالطبع التغذية يتحقق، والوزارات كل وزارة هناخد منها نسبة في الموازنة العامة بحيث ان احنا 8 مليار 9 مليار المطلوبين للتغذية دي لازم نغذي ولادنا، ومش 75 يوم. يعني هو عشان بس يمكن كلام ما اتطرحش بالتفصيل، هو احنا عندنا مثلا 140 يوم. طب 140 يوم ولا 70 يوم ده مرتبط بايه؟ بالتكلفة وقدرتنا على توفير الفلوس. أنا كان عليا لأن عايز أكتر الخامس تيها والله العظيم، دول ولادنا ودول مستقبل مصر، مش دول الأجيال القادمة ودول أنا كان عليا عايز 300 يوم، 200 يوم عدد أيام الدراسة للولاد بيحضروها 5 أيام يبقى 5 أيام. لكن طبعا يعني هم بيقولوا طب حتى خليهم 3 أيام بس مش كده. شكرا جزيلا.